النهارده هناخد سنه ثالثه درس المحيط، وهنبدا بالدرس بقوانين هامه جدا. اول حاجه لازم نعرفها محيط المربع. محيط المربع اول حاجه نعرفها ان المربع ده له اربع اضلاع متساويه في الطول، فالمحيط بيساوي طول الضلع في اربعه. ولو انا عايزه طول الضلع هاخد المحيط واقسمه على اربعه. يبقى انا دلوقتي لما اكون عايزه محيط المربع هيجيب لي طول ضلع واحد اضربه في اربعه، واخد طول الضلع. لما اكون عايزه بقى طول الضلع هعمل ايه؟ المحيط على اربعه. وتالت قانون اللي هو محيط المستطيل. لازم اكون عارفه ان المستطيل اول ما يقول لي مستطيل اعرف ان له بعدين، ليه طول وليه عرض. فانا هاخد الطول اجمعه مع العرض واللي يطلع اضربه في اتنين. فمحيط المستطيل الطول زائد العرض بين قوسين في اتنين. رقم اربعه محيط المثلث. خليك عارف في سنه ثالثه ان المثلث ده يلا محيط المثلث. محيط المثلث اول حاجه لازم اعرف ان المثلث ده يعني كلمه مثلث يعني ثلاث اضلاع. الثلاث اضلاع دول ممكن يكونوا متساويين يبقى اسم المثلث متساوي الاضلاع، وممكن يكونوا مختلفين ويبقى اسم المثلث مختلف الاضلاع. متساويين الاضلاع يعني الثلاث اضلاع متشابهين زي كده. المثلث ده ا ب ج. عندي بص ادي ده كده الجزء ده ضلع ا ب ضلع ب ج ضلع 3 سم وج د وج ا ضلع 3 سم. ده كده متساوي الاضلاع. هنا هجيب المحيط ازاي؟ هاخد طول ضلع واحد وهضربه في 3. ولما اكون عايزه طول الضلع انا هنا في المحيط لما جبته ضربت يبقى في طول الضلع هعمل العكس واقسم. اخد المحيط واقسمه على 3. طب مختلف الاضلاع قانون ايه؟ مختلف الاضلاع يعني يبقى عندي مثلث اضلاع 3 مختلفه مش شبه بعض. هنا اجيب المحيط ازاي؟ هقول مجموع اضلاع 3. هاخد الثلاث اضلاع دول اجمعهم يبقى هو ده المحيط. ولو عايزه طول الضلع، لو عايزه طول الضلع انا دلوقتي في المحيط كنت بجمع يبقى طول الضلع هعمل العكس. اخد المحيط الكبير واطرح منه الضلعين التانيين يديني طول الضلع الثالث. طب احنا هنا بقى هنفهم كل القوانين ازاي؟ كل قانون هيبقى عليه مثال، عليه سؤال. هنفهم كل قانون بالسؤال بتاعه. اول حاجه عندي هو يجيب لي شكل السؤال ازاي؟ يقول لي مربع طول ضلعه 5 سم، فهنا محيطه ايه؟ هنا عايز المحيط سنه ثالثه. اول حاجه انا همشي كده بالراحه واقول مربع يعني اربعه، هكتب فيها اربعه، مربع يعني اربعه، مربع يعني اربعه. طب جايب لي طول ايه؟ طول ضلعه واحد اللي هو 5 سم. على طول لو عايز المحيط هاخد طول الضلع ده واضربه في ايه؟ في اربعه. يبقى انا كده جبت محيط المربع. يبقى محيط المربع هنا هيساوي هقول طول الضلع في اربعه. فين طول الضلع؟ هو هيجيب لي طول ضلع واحد لان الاربع اضلاع متساويه، فانا هقول 5 في 4 هتساوي كام بقى سنه ثالثه؟ 5 في 4 ب 20. يبقى هنا عندي المحيط هيطلع 20 سم. طيب تاني حاجه على القانون الثاني بيقول لي بقى المثال بتاعنا ايه؟ مربع محيطه 36 سم. هنا جايب ايه؟ يقول لي مربع، خليك عارف اعمل تاني على المربع كده واكتب فوقيه اربعه. جايب لي هنا ايه بقى؟ المحيط بيقول لي 36 سم وعايز طول الضلع. خلي بالك كده جايب لي المحيط يعني كبير. طب انا كنت يا سنه ثالثه لما بجيب المحيط بقول طول الضلع في اربعه، يعني كنت بضرب. طب دلوقتي عايز طول الضلع، يبقى انا هعمل العكس واقسم. حاسم على ايه بقى؟ مش انا كنت مربع؟ أربعة. يبقى هاخد المحيط ده 36 واقسمه على الأربعة يديني طول الضلع الواحد. يبقى هنا طول الضلع الواحد هيساوي هاخد ال 36 على أربعة هيساوي كام؟ هقول أربعة في كام يديني 36؟ هلاقيها 9. هكتب هنا المحيط 9 سم، طول الضلع 9 سم. تالت حاجة بقى لما يجي يقول لي مستطيل. لما خدنا المحيط المستطيل قلنا إن المستطيل أول ما يقول لي مستطيل دي أعرفه كده إن له بعدين طول وعرض، لازم يجيب لي طول واحد وعرض واحد. أنا هعمل إيه بقى لما يجيب لي طول وعرضه؟ هاخد الطول أجمعه مع العرض واللي يطلع بضربه في اتنين، وما ننساش نضرب في اتنين. هنا هو طالب إيه؟ المحيط. يبقى أنا هاخد الطول زائد العرض واللي يطلع أضربه في اتنين، يعني أنا بيقول لي هنا المستطيل محيطه هنا إيه؟ هناك أهو. قلت ان محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض بين قوسين.
اضربه في 2، يعني المحيط هنا هقول ايه؟ 6 زائد 3، ادي الطول اهو 6 زائد 3، هجمعهم واللي يطلع هضربه في 2، يعني هجمع 6 زائد 3، اجمع 6 في نقطة و3 على كده، هيطلعوا كام؟ 9، برافو، 9، 2 في 9 بقى بكام؟ ب 18، يبقى هو ده المحيط 18 سم. طيب، نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، هو برضه عن المستطيل، بس أنا حبيت أجيب بقى لو قال لي بعدان وما قالش طول وعرض، بس جت لي كلمة بعدان. طيب، خليك عارف برضه، خليك عارف كلمة بعدان دي يعني اللي جايين دول، واحدة طول والتانية عرض. يبقى بعدين مستطيل ليه بعدين، طول وعرض. الطول أو الطول الطويلة طول والعرض قصير، يعني خليك عارف ده طول أهو وده عرض. لما يقول لي كلمة بعدين، يبقى لما يقول لي مستطيل بعدين، يبقى هقول أدي هم البعدين بطول، طول والعرض. هعمل إيه بقى على طول؟ هاخد الطول أجمعه مع العرض، واللي يطلع أضربه في 2، اللي يطلع أضربه في 2، هقول كده. 4 زائد 2 وهم هيساوي اضربه في 2، هيقول 4 و2 6 في 2 هيساوي 12، يبقى يطلع 12 سم. جبنا المحيط. نيجي بقى للي بعد كده، القانون التاني اللي بعد كده اللي هو رقم 4 من المثلث. لما يجي يقول لي مثلث يا سنة تالتة، مثلث يعني ثلاث أضلاع. أول ما تشوف كلمة مثلث كده اطلع واكتب فيها ثلاثة. خلاص؟ مثلث يعني ثلاثة، اطلع اكتب كده اعمل دايرة وقول مثلث يعني ثلاثة، أشوف بقى هو كاتب إيه؟ كاتب متساوي الأضلاع، يبقى هيجيب لي طول ضلع واحد، هيجيب لي طول ضلع واحد، طالما كاتب متساوي الأضلاع يبقى هيجيب لي طول ضلع واحد. طيب أنا قلت طالما متساوي الأضلاع، إيه القانون بتاعه بقى؟ إن أنا هاخد طول الضلع ده أضربه في كام؟ في ثلاثة، عشان ده مثلث. عشان ده مثلث متساوي الاضلاع، يبقى هنا المحيط هقول ايه؟ طول الضلع في 3، هاخد 6 في 6 في 3 هتساوي كام؟ هتساوي 3 في 6 افتكروا كده يبقى 18 سم، يبقى هنا المحيط هيساوي 18 سم. طيب السؤال اللي بعد كده برضه قال لي مثلث، اعمل يلا دايره واكتب ثلاثه، وقال لي برضه متساوي الاضلاع، بس المره دي جايب لي محيطه 27 سم وعايز هنا طول الضلع. طيب لما كان الاول بيجيب لي طول الضلع وعايز المحيط، انا هعتبر ان المحيط ده هو الكبير، كنت بضرب. لما يجيب لي بقى المحيط وعايز العكس، انت كمان يا سنه ثالثه اعمل العكس زي ما ضربت في الاول هتكسب. هقسم ال 27 على ايه؟ على 3 عشان ده مثلث، يبقى طول الضلع هيساوي المحيط على 3، يبقى 27 على 3 هتساوي 9 سم، يبقى ده طول الضلع. هنا جبنا ايه؟ طول الضلع، خدنا المحيط قسمناه على 3، يبقى دلوقتي خلينا عارفين في المثلث متساوي الاضلاع، يعني كل الاضلاع فيه متساوية. هيقول لي عايز لما يجي يقول لي انا عندي سؤال اهو، مثلث متساوي الاضلاع، لما يجيب لي طول الضلع وعايز المحيط، هاخد طول الضلع اضربه في 3 عشان المثلث يعني ثلاث اضلاع، مثلث ثلاث اضلاع، افتكر كده اعمل دايره على المثلث واكتب 3 واخد طول الضلع اضربه في 3. طيب لو قال لي عايز طول الضلع وجايب المحيط، كان المحيط ده هو الكبير، هو اللي جواه ثلاث اضلاع، هاخدهم واقسمهم على 3 يديني طول الضلع الواحد. طب اللي بعد كده بقى، لو جاب لي مثلث وقال لي اضلاع، يعني انا عارفه ان انا لما اشوف كلمه مثلث هكتب 3، بس جيت وانا بقرا قال لي اطوار اضلاع 5 4 6، يبقى جاب لي ثلاث اضلاع، يبقى ده كده مختلف. طالما جاب لي ثلاث اضلاع هعمل ايه على طول بقى علشان اجيب المحيط؟ اجمع الثلاث اضلاع، يبقى هو ده المحيط. هنا المحيط هيساوي، المحيط هيساوي ايه بقى؟ مجموع اضلاع 3، مجموع اضلاع الثلاثة، هجمع بقى الثلاث اضلاع دول يبقوا هما المحيط، يعني تجمع كده تقول 5 زائد 4 زائد 6 واجمع 5 و4 كام؟ 9، 9 و6 هحط ال 9 في مخك وال 6 على ايدك، هيطلعوا كام؟ 15، يبقى هيطلع 15 سم. تمام؟ هكتب هنا ايه؟ 15. طيب في بقى عندنا برضه ايه؟ فاضل سؤال كمان؟ سؤال كمان؟ هكتبه عشان ده شقة كانت ايه؟
عشان كاتب مجموع الضلعين فيها التانيين الاخرين اللي هو 140 متر. طيب عاوز طول الضلع التاني، اكيد طول الضلع التالت ازاي؟ ان انا اخد المحيط الكبير ده اللي مجموع فيه ثلاث اضلاع، اطرح منه الضلعين اللي هو جمعهم يديني طول الضلع التاني. يعني هنا هقول طول الضلع، طول الضلع التالت هيساوي ايه؟ هيساوي المحيط ناقص مجموع الضلعين الاخرين. يعني دلوقتي المثلث انا قلت ان هو ثلاث اضلاع، لما يجيب لي المحيط اللي فيه ثلاث اضلاع مجموعين مع بعض واجمع واشيل منهم الاثنين يديني الثالث. يبقى انا لما اكون عايز طول الضلع الثالث هاخد الكبير اللي هو المحيط واطرح منه الصغير. يبقى لو جالي سؤال كده يا سنه ثالثه وقال لي عايز طول الضلع الثالث، خد الكبير على طول واطرح منه الصغير يديك الضلع الثالث. الكبير اللي هو 200 ناقص الصغير 140 هيساوي، واطرح اطرح عادي هقول صفر ناقص صفر هو صفر، وبعدين صفر شيل منها 4 ما ينفعش هستلف، يبقى ده 1 بصفر 10، واقول 10 ناقص 4 يبقى 6، 1 ناقص 1 صفر، واكتب في الاخر التمييز منه كده انا جبت طول الضلع الثاني. طيب نبص بقى على السؤال اللي بعد كده، بيقول لي مستطيل، مستطيل طوله 2 متر وعرضه 150 سنتيمتر. طيب فمين المحيط ايه؟ هنا عايز المحيط، بس هنا عمل ايه بقى يا سنه ثالثه؟ جايب لي هنا بالمتر وهنا بالسنتيمتر. ما ينفعش اجمع، ما ينفعش اجمع امتار مع سنتيمترات، هنا لازم احول يا اما احول لامتار يا اما احول لسنتيمتر. يبقى انا هحول الاول الوحدات، عندي لازم لما اجي اجمع تكون الوحدات دي متساويه، متر اجمع متر مع متر، سنتيمتر مع سنتيمتر. لكن لما يقول لي متر وسنتيمتر انا مش هعرف اجمع، ما انا عارفه ان المحيط المستطيل الطول زائد العرض واللي يطلع اضربه في 2. طب انا هبص الاول للتمييز، هنا عندي لقيت عندي متر وسنتيمتر، يبقى لازم احول الامتار لسنتيمتر ازاي؟ انت مش عارف ان المتر بيساوي 100 سنتيمتر؟ اه المتر الواحد 100 سنتيمتر. طب يبقى ال 2 متر بيساوي كام سنتيمتر؟ هاخد الاثنين واضربها في 100 هيساوي كام؟ 200 سنتيمتر. خلاص كده انا كده خليت الوحدات شبه بعض، يبقى اقدر انا اجمع واقول المحيط المستطيل هيساوي، محيط المستطيل هيساوي ايه؟ هقول بقى القانون بتاعي الطول زائد العرض واحط بين قوسين كده في 2. ويلا اكتب الطول اللي هو ايه عندي؟ اخد ال 200 سنتي اكتب 200 زائد ها العرض اللي هو كام؟ 150، اكتب هنا 150 واجمعهم واللي يطلع اضربه في 2. اجمع هنجمع عادي، صفر وصفر هو صفر، صفر وخمسه 5، 2 و1 3، 350 دي واحد يقول لي يعني ايه رقم كبير؟ عادي حبيبي انت اخدت تضرب الارقام الكبيره وبقيت شاطر وكبير وحلو. يلا نضرب، اول حاجه هنزل الصفر واضرب بقى من الاحادي واحده واحده، 2 في 5 بايه؟ ب 10، صفر ومعايا الواحد، الواحد هيبقى معايا نضرب الاول، 2 في 3 ب 6 و1 معايا يبقى 7، واخد هنا تمييز سنتيمتر. كده انا جبت خلاص المحيط. واكتب هنا 700 سنتيمتر. ماشي. بعد كده بقى في سؤال تاني يقول لي اوجد المحيط لكل شخص. هنا انا هجيب المحيط بس باستخدام الشبكه التربعيه. يعني ايه شبكه تربعيه يا سنه ثالثه؟ شبكه تربعيه يعني صفحه كده تبقى متقسمه مربعات ويقول لي عايز المحيط بس باستخدام الشبكه التربعيه. هنا انا هعد اشوف كل شكل اخد كام مربع، كل شكل اخد كام مربع. فانا هقول انا عايز اجيب محيط الشكل الاولاني، هنا المحيط على الشبكه التربعيه بيساوي طول الخط، طول الخط الخارجي ده اخد كام مربع؟ هو طول الخط اللي بيحدد الشكل من الخارج، الخط ده. يعني انا هقف هنا كده وهبدا من اول منه، همشي على الخط ده ولا همشي ولا يمين ولا شمال، وهشوف اخد كام مربع. همشي كده من اول هنا، ابدا من هنا واقول بقى على الخط ده ادي المربعه الاولى واحد، وامشي كده المربعه الثانيه 2، وانزل مع الخط 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كده انا شفت الخط
الخط الخارجي اخر كام مربع على طول؟ 12 مربع. فالمربع دي هسميها وحده، يعني المربع على الشبكه التربيعيه دي انا بقول عليها وحده. قلنا اخر كام مربع؟ 12، فانا هكتب هنا 12 وحده، ده المحيط. طب محيط الشكل الثاني همشي برضه على الخط، هبدا من هنا يبقى انا هبدا. والاحسن بقى يا سنه ثالثه ان احنا نمسك القلم الرصاص ونعلم على كل مربع اخدناه. امشي على الخط كانك راكب القطر، تركب القطر يعني ولا تمشي ولا يمين ولا شمال، تفضل ماشي على الخط، كل مربع تشوفها تحط عليها شفره. حاجه كده اول حاجه ماشيه اخد المربع دي ونزل، خط نازل انزل معاه، تقابلك مربع يبقى كده اثنين، ارجع كده ثلاثه انزل اربعه خمسه سته سبعه، واطلع مع الخط ثمانيه تسعه عشره. كده عندي بقى ايه الشكل كامل ومحيطه ايه؟ 10 وحدات، هكتب هنا 10 وحدات. كده خلاص. في اي مشكله؟